سواه. اقصد مودة آل بيت الخاتم، فبغيرهم لا لن تنال رضاه. اقصد مودة آل بيت الخاتم، فبغيرهم لا لن تنال رضاه. فهو الذي فطر الوجود لأجلهم، فهم اليقين وحبهم معناه. تعسا لمن لقي الجليل ببغضهم، فالنار قطعا تسكن مثواه. بالسجود جزمته، ومتاخما للبيت والقرآن، وكفلت أيتام البرايا طرها، وصرت أنت سيد الإحسان، وكفلت أيتام البرايا طرها، وصرت أنت سيد الإحسان. اعلم بأنك لم تنال مفازة، بالحشر تبقى خائر الميزان. لم توالي آل بيت المصطفى، فهم السفينة لحظة الطوفان. بغيره